حضر معالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الديوان الملكي احتفال مركز دراسات بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسه، والذي نظمه المركز يوم أمس تحت رعاية معاليه. كما حضر الحفل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وعدد من كبار المسؤولين والمدعوين. لدى وصول معالي وزير الديوان الملكي كان في الاستقبال الشيخ الدكتور عبد الله بن أحمد الخليفة رئيس مجلس الأمناء وأعضاء مجلس الأمناء وكبار المسؤولين بالمركز. وقد هنأ معالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الديوان الملكي الشيخ الدكتور عبد الله بن أحمد الخليفة وأعضاء مجلس الأمناء وجميع العاملين بالمركز بهذه المناسبة، ومشيدا معاليه بالإنجازات التي حققها مركز دراسات طوال 10 سنوات الماضية. ونوه معاليه بالدور الذي يطلع به المركز في إعداد الدراسات والبحوث التنموية والاستراتيجية، والتي تصب في دعم برامج التنمية المستدامة في مملكة البحرين، متمنيا معاليه لمركز دراسات المزيد من التوفيق والنجاح في مسيرته. هذا المركز الذي أول حرف في تشرفه كان أن أسسه سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل بلاد الفتح حفظه الله ورعاه، وضبط رسالته بتوجيهاته الملكية السامية، وكانت إنجازاته صدم لما أراد جلالته فينا من حرص على الإنجاز وتشبث بالحداثة وتدوين الذاكرة وإضافة معنى للدراسة والالتزام والوطنية. إن مركز دراسات يعلمكم اليوم وهو يحتفل تحت رعايتكم الكريمة بدخوله إلى العشرية الثانية، رافعاً أسفارات الولاء لسيدي صاحب الجلالة الملك المفدى، وهو يستذكر الدور القيادي والريادي الخلاق الذي أداه سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. منذ أن سخر علمه وأماله في رفع شأن المركز مستلهما دور جلالة القائد الأعلى الذي رأى في إمارة سموه صورة من الإنجاز، ومشى المركز على خطى سموه درب التقدم لتظل البحرين في الذرع. صاحب المعالي أستاذ معاليكم، برفع أسماء آيات الشكر والعرفان على ما منحتموه لنا من دعم ومؤازرة لإنجاز كتاب الإنجازات هذا العام، عقدان مزهران الذي توج فيه المركز محاولته رد بعض جميل من جمائل جلالته علينا، ولقد فرغ المركز من إنجاز الترجمة الكاملة المميزة لعقدان مزهران باللغة الإنجليزية، وفي الطريق سيتحقق للمركز الظفرة بترجمته إلى لغات حية أخرى بالتنسيق مع مراكز دراسات زميلة ومرموقة. حفظ الله تعالى مملكة البحرين ودام عزها ودورها الموصول والمؤثر والمتألق تحت القيادة الحكيمة والمظفرة لسيد صاحب الجلالة عاهل بلاد المفدى حفظه الله ورعاه. شكراً صاحب المعالي، شكراً أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
واستعرض المركز إنجازاته في السنوات العشر الماضية عبر فيلم توضيحي تضمن عرضا لأبرز المحطات في مسيرته البحثية والعلمية مع المؤسسات الوطنية والدولية خلال العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وقدم الشيخ الدكتور عبد الله بن أحمد الخليفة النسخة الأولى الافتتاحية من الإصدار المصور المحدود بعنوان عقد من الدراسات إلى صاحب المعالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الديوان الملكي، حيث تم إعداد الكتاب من قبل جمعية المراسم الدبلوماسية بالتعاون مع ناشونال جيوغرافيك، وتضمن على تصوير مبدع ونادر لمملكة البحرين من وجهة نظر مركز دراسات لشواهد تنموية في نواحي شتى تتعلق بعراقة مملكة البحرين وازدهارها واستدامتها. كما قدم رئيس مجلس الأمناء هدية تذكارية باسم المركز لمعالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة تضمنت جزءا من قصيدة عهدك يا حمد، والتي خص به معاليه كتاب عقدان مزهران. كما قام معالي وزير الديوان الملكي بتكريم أعضاء مجلس الأمناء والرعاة الداعمين والموظفين الذين أنهوا 10 سنوات متصلة في المركز. ما في شك بأن مراكز الدراسات اليوم في العالم محل اهتمام أصحاب القرار في جميع الدول. أثبتت التجربة بأن مراكز الدراسات الأجنبية أو الغربية ليست باستطاعتها قراءة واقع منطقتنا. لذلك احنا دائما نقول بأن مركز الدراسات في البحرين بعد مرور 10 سنوات قادر على أن يقدم الكثير من دراسات والبحوث لتعكس واقعنا اللي احنا الحقيقة نفخر فيه. احنا عندنا تجربة سياسية ذات خصوصية، تجربة اقتصادية، تجربة اجتماعية، تركيبة مجتمع لا يضاهى في كثير من الدول. فمثل هذه المراكز محل اهتمام القيادة. يجب على المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص أن تهتم بمثل هذه المراكز، ما في شك بأنها تساهم في مساعدة صاحب القرار على أن يتخذ الكثير من القرارات اللي في النهاية تصب في مصلحة هذا البلد. شكرا. احتفاء بالإنجاز وارتقاء بما تقدم من جهود مخلصة في مجال الدراسات والبحوث العلمية والرصينة، احتفل هذا الجمع الثري بالنخب السياسية والثقافية والأكاديمية والدبلوماسية بمرور 10 سنوات من العطاء الزاخر لمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، والتي كان لها دورها البارز على مستوى الأكاديمي في المنطقة. نعتز بما حققه المركز طيلة 10 سنوات الماضية. أتشرف بأنني قد رأست المركز لمدة 3 سنوات من هذه 10 سنوات. عزز المركز شراكاته المجتمعية، عزز المركز مذكرات التفاهم والتعاون مع 27 مؤسسة ومركز دراسات إقليمي ودولي ووزارة ومؤسسة وطنية. ونعتز بأن طيلة 3 سنوات الماضية نصيبنا كان 21 مذكرة تفاهم والتعاون، وما يدعو للفخر بأن هذا المركز أصبح يتبوأ مكانة متقدمة فيما يتعلق بالشركات المجتمعية ودعم مؤسسات الدولة والوزارات فيما يتعلق بمجالات اختصاصات المركز. عملية البحث العلمي شيء مهم جدا لأي بلد، ومملكة البحرين حتما بالدراسات التي تم إنجازها عبر هذا العقد من السنوات راح يكون مهمة جدا لأصحاب القرار ومتخذي القرار.
يعتبر احتفال مركز دراسات بمرور 10 سنوات لتحقيق العديد من الإنجازات في مجال إعداد البحوث العلمية الرصينة والتي تساهم بشكل كبير في اتخاذ القرار وللمؤسسات الحكومية والرسمية والقطاع الخاص لاتخاذ القرار والاطلاع على الكثير من منجزات هذه البحوث والاستفادة من مخرجاتها وأيضا لمواجهة التحديات السياسية والأمنية. أهمية كبيرة توليها الدول والحكومات حول العالم للبحث العلمي والقائمين عليه من أكاديميين وباحثين مختصين في مختلف المجالات، وليست البحرين بمعزل عن هذا النهج البناء في الارتقاء بالمعلومة ودراستها وبحثها والاستفادة منها في عملية صنع القرار استنادا إلى مناهج علمية رصينة ومحكمة. 10 سنوات تميز فيها المركز في ريادة العمل البحثي على مستوى الخليج، على مستوى يمكن الوطن العربي حسب رأيي. أهميته جدا مهم في ظل الظروف الراهنة، في ظل المستجدات وما يجري حاله. البعض لا يفهم معنى أهمية مركز الدراسات يقدم الرأي لصناع القرار والرأي العلمي والرأي السديد. نحن سعيدين أيضا بأن نحن نكون شركاء للمركز ودائما متواجدين في كافة المحافل اللي ينظمها مركز دراسات. عقد من الدراسات وعقد من خدمة الوطن في البحرين وأيضا من خدمة منطقة الخليج العربي، لأن الدراسات والتقارير التي تقوم بها هذا المركز هي مهمة جدا للمنطقة، خاصة بالجانب الاقتصادي وأيضا الجانب السياسي، لكن دعنا نركز على الجوانب الجديدة التي ينفرد بها هذا المركز، وهي مثلا الأبحاث والدراسات حول النفط الفوري وأيضا حول الذكاء الاصطناعي وغير ذلك. منجزات كبيرة ومتتالية حققها مركز دراسات على مستوى العالم، حتى بات اليوم من أبرز المراكز المهمة على مستوى المنطقة والتي يضاهي بها مراكز مرموقة على مستوى العالم وفق رؤية واضحة واستراتيجية ترمي دائما إلى رفع اسم المملكة عاليا في هذا المجال محليا وأقليميا ودوليا. عقد من الدراسات، عقد من الجهود العلمية المحكمة والرصينة تضافرت فيها الجهود الوطنية وشحذت فيها الهمم، مستندة على فكر نير ودراسات قيمة، حتى بات المركز من خلالها أنموذجا يحتذى به على مستوى المنطقة. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.